أهلا بحضراتكم مرة أخرى في تغطية لأهم الأحداث النهاردة. هذا اليوم بدأ مبكرا، هذا اليوم بدأ منذ الساعة 4 فجرا بمحاولة لمجموعة تحمل السلاح لاقتحام دار الحرس الجمهوري الموجود في صلاح سالم. حسب بيان أصدرته القوات المسلحة منذ ساعات بتقول فيه أن هناك مجموعات مسلحة إرهابية تحمل السلاح حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري في تمام الساعة 4 فجرا. هذه المحمولات المجموعات كانت تحمل أسلحة نارية وخرطوش وأسلحة بيضاء ومولوتوف، أدت لاشتباكات التي نجمت عن هذه المحاولة لاقتحام دار الحرس الجمهوري حتى الآن عن مقتل 42 وإصابة 322، معظمهم في حالة حرجة. هذه الإصابات تم توجيهها إلى المستشفيات المحيطة مثل مستشفى منشية البكري ومستشفى التأمين الصحي المحيط. في نفس الوقت صدرت عدة بيانات، أهمها بيان النيابة العامة ببدأها في مباشرة معاينة موقع الاشتباكات، كذلك بيان من شيخ الأزهر يستنكر في هذه الاشتباكات ويدعو إلى سرعة جهات التحقيق، يدعو جهات التحقيق أن تسرع بكشف الحقائق للرأي العام. كذلك هناك عدد من الأخبار الهامة، منها على سبيل المثال أن هناك 2 من جنود القوات المسلحة تم اختطافهم في منطقة عرب الجراش، تم إجبارهم على تسجيل فيديوهات ينددوا فيها ويهاجموا بالقوات المسلحة. هؤلاء المجندين وهم سمير عبد الله وعزام حازم تمكنوا من الإفلات والعودة إلى وحداتهم العسكرية. ما زال معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حلمي النمنم للتعليق على مجريات الأمور وأهم ما نتوقعه في الساعات القليلة القادمة. أستاذ حلمي، إذا بصينا في سياق الأحداث النهاردة، شفنا هذه الاشتباكات، شفنا أحد الفيديوهات من دكتور صفوت حجازي بيقول إن هو سيتم التصعيد، شفنا كمان بيانات من المؤسسة العسكرية في الأيام القليلة الماضية بتحذر من التعرض للمنشآت العسكرية. إيه اللي بنتوقعه في الساعات القليلة القادمة؟ هل تتوقع تصعيد من جانب هذه الجماعات المسلحة؟ هل تتوقع تصعيد من جانب جماعة الإخوان المسلمين في الساعات القليلة القادمة؟ لا، هو حتى الآن جماعة الإخوان المسلمين عندهم منهج في العنف، إن هم يدفعوا آخرين ليمارسوا العنف نيابة عنهم، وإنه بالنظرية الشهيرة إنه يعني حتى يعملوا تغطية ما لأي شخص، وإذا نجح بقت لينا وإذا فشل بقت عليه هو. وبالتالي جماعة الإخوان مش على الأقل مش هتعلن العنف، لأن هو من الناحية الرسمية صفوت حجازي لما بيقول هذا الكلام ساعة الجد هم بيقولوا إنه صفوت حجازي مش تبعنا ومش مننا، ما هوش من الإخوان، إنه هو أقرب إلى السلفيين منهم. وبالتالي لكن في كل الأحوال إنه بقى في حرب مفتوحة على الجيش المصري، وعلينا أن نتوقعها، وأتصور أن الجيش لابد أن يكون عامل حسابه لده. وأنا أتوقع أنه من الممكن أيضا أنهم يبدأوا في حرب أخرى على أقسام البوليس ورجال الشرطة زي ما حدث في سنوات سابقة في التجارب الإرهابية. لابد أنه وزارة الداخلية وزارة الدفاع تكون واخدة حذرها من كل هذا وتكون عاملة حسابها إلى ده. 2، المعركة زي ما قلت هو في محاولة لاستفزاز الدولة وإجبارها على أن تتخذ إجراءات استثنائية. احنا شايفين على الصورة حاليا جانب من الاشتباكات اللي حصلت النهاردة على خلفية محاولة الاقتحام رجال الشرطة العسكرية، أحد المتظاهرين أو أحد أعضاء هذه الجماعات المسلحة بالفعل هو معاه بندقية وبيحاول يوجه البندقية اللي معاه في اتجاه قوات التأمين. دي مشاهد موجودة معانا حصريا من نقلا عن التلفزيون المصري في الساعات القليلة، زي ما حضراتكم شايفينه ومتتبعينه، هو اللي مرتدي أسود وطلع في مقدمة الصفوف وبيضرب على قوات التأمين اللي موجودة أمام المنشآت العسكرية اللي موجودة في هذه المنطقة. واضح ان هو الاشتباكات مش زي ما عدد من الروايات بتقول، يعني احنا سمعنا روايات متفرقة، منها رواية ناتجة عن بيانات رسمية، هذه البيانات منفصلة تماما، يعني في بيان طلع بعد الاشتباكات على طول من القوات المسلحة، في بيان تاني طلع من وزارة الداخلية، الاتنين بيوصفوا المشهد بشكل من أشكال المقاربة، في بيانات كمان من الناس اللي عايشة هناك،
موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن احنا ما حبيناش ننقلها لان ما قدرناش ندققها. ولكن المشهد اللي بيقول ان المتظاهرين اللي هناك هم متظاهرين سلميين تماما، ما اعتقدش ان هو مشهد دقيق. احنا شايفين اسلحة، شايفين رجال المباحث بيطلعوا قنابل يدوية من الحقائق. انه لا اظن ان اللي رايح عند دار الحرس الجمهوري يبقى متظاهر سلمي. يعني لانك انت رايح ليه عند دار الحرس الجمهوري؟ هذه منطقة عسكرية، واحنا في ثقافتنا العامة واظن في ثقافة الدنيا كلها ان محدش بيقترب من المنشآت العسكرية او من الوحدات العسكرية او الاماكن العسكرية. اقصد انه يعني ما تحاولش انك انت تلتحم بيها، وانه الخبرة العسكرية بتقول ان اي حد هيحاول يرد على يهاجم او يعتدي على منشأة عسكرية هيكون الرد عليه عنيف. احنا شايفين لقطات تانية لبعض المسلحين واقفين وسط الاشجار وهم بيضربوا نار، دي لحظة اطلاق النار على الجنود اللي موجودين في يمين الشاشة. ودول هم جنود قوات التأمين التابعين للجيش والشرطة. المسلح الواقف ده زي ما حضراتكم شايفين ده اللهب اللي بيحصل عند اطلاق النيران، لان البارود بيشتعل، الاشتعال ده بيخرج من فوهة البندقية او المسدس، وبالتالي الرصاصة بتنطلق في ساعة اشتعال اللهب، فبالتالي ده اللهب اللي خارج من فوهة السلاح في اتجاه قوات التأمين اللي موجود. احنا عندنا برضو بيان ورد الينا حالا من جبهة الانقاذ. البيان بيقول ان جبهة الانقاذ بتعرب عن الحزن والأسى البالغين للأحداث الدامية التي وقعت امام مقر دار الحرس الجمهوري في ساعات الفجر الاولى، وتتقدم بعزائها الخالص لأسر القتلى من المواطنين وكذلك من رجال القوات المسلحة، وتتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. وتؤكد جبهة الإنقاذ الوطني على ما يلي: 1- الإدانة القاطعة لكل أعمال العنف. 2- المطالبة بتحقيق عاجل وعادل في هذه الأحداث المأساوية وكشف نتائج التحقيقات أمام الرأي العام. 3- إدانة أي محاولة للاعتداء على المنشآت العسكرية وعلى رجال القوات المسلحة. إذن بيان قادم من جبهة الإنقاذ يقدم التعازي لأهالي المواطنين ولرجال القوات المسلحة الذين سقطوا قتلى فجر اليوم. كمان بيان جبهة الإنقاذ بيدين العنف وبيطالب بتحقيق فوري وكشف نتائج التحقيقات أمام الرأي العام. وأخيرا يدين بيان جبهة الإنقاذ الاعتداء على المنشآت العسكرية وعلى رجال القوات المسلحة. أي تعليق من حضرتك أستاذ حلمي على هذا البيان؟ بيان جبهة الإنقاذ بيان متوازن وأظن بيان وافي، لأنه لابد النيابة العامة بدأت التحقيق أن يعلن على الرأي العام خطوات التحقيق وما تم فيه لنصل إلى نتائج نهائية وقاطعة من الذي بدأ العدوان، وإن كانت كل الشهود بتقول أنه هم الذين بادروا بالعدوان على الجنود وعلى دار الحرس الجمهوري. والحقيقة هم متصورين أن محمد مرسي موجود جوه وأنهم ممكن يطلعوه، وده يعني فيها قدر، على قد ما فيها عنف فيها قدر من السذاجة السياسية منقطع النظير. يعني هو في خبر آخر عاجل سمحت لي أستاذ حلمي جاي من أحد المصادر العسكرية لغرفة أخبار سي بي سي، أن القوات المسلحة تقوم الآن بفرض طوق أمني على كافة مداخل ومخارج الشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة. إذن هناك طوق أمني ينفذ حاليا على كافة الشوارع الرئيسية، مداخل ومخارج الشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة، بهدف إحكام السيطرة الأمنية على الأوضاع وملاحقة العناصر الإجرامية على خلفية الاعتداءات على منشأة دار الحرس الجمهوري فجر اليوم. القوات المسلحة بتدعو كافة المواطنين إلى التزام السلمية وعدم المساس بأي منشآت عسكرية، مؤكدة أنه سيتم مواجهة أي تعدي على منشآت عسكرية أو منشآت سيادية بمنتهى القوة. واضح أن هناك تكثيف للحالة الأمنية، طوق أمني على كافة الشوارع الرئيسية في القاهرة وفي الجيزة، متابعة للعناصر اللي تعدت على دار الحرس الجمهوري. وبالتالي هنشوف في الساعات القليلة القادمة نوع من أنواع إحكام السيطرة الأمنية على القاهرة والجيزة. الحقيقة أنا كنت متصور أن هذا الإحكام موجود من يوم 30، وأنه طالما أن القوات المسلحة بالتشاور مع القوى الوطنية قررت عزل محمد مرسي، كان ينبغي لهذه الإجراءات أن تتم في لحظتها وبسرعة شديدة جدا لتلافي
لتلافي الكثير من أعمال العنف، لأنه إحنا لازم نكون عارفين الخصم اللي بنواجهه. أنت تواجه خصم عنيف جدا، أنت تواجه خصم لا يتورع عن فعل أي شيء عنيف، يعني عن يعني أنا تصوري هؤلاء لو أتيح لهم أسلحة كيماوية هيستعملوها. هنتابع على مدار اليوم يا أستاذ حلمي التدابير الأمنية اللي تم تشديدها في اللحظات القليلة السابقة، ولكن طبعا بشكر حضرتك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حلمي النمنم على تشريفك لنا في الاستوديو في مثل هذه الظروف. ربنا معكم في هذه الأوقات العصيبة، وربنا مع مصر كلها والمصريين. شكرا. مشاهدين اسمحوا لنا أن احنا نخرج لفاصل قصير، نستقبل بعده ضيفنا وهو الأديب المصري الكبير والشاعر العظيم أحمد عبد المعطي حجازي.